أستاذة عائشة التازي، أستاذة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وصحفية سابقة. نعيش اليوم لحظة تاريخية فاصلة، لأنها لحظة انتظرها الرأي العام الوطني بإلحاح، وبالأخص الفاعل الإعلامي، لأنها لحظة أجرأت قانون الحق في الوجوج إلى المعلومة، هذا الحق الذي تم دسترته في النسخة الأخيرة من الدستور 2011. وطبعا نحن ندرك تماما أنه استحالة ممارسة إعلامية جادة في ظل غياب هذا القانون أو التمتع بالحق في المعلومة. فتمتيعنا بهذا الحق كتمتيع الهيئة طبعا الصحفية تشكل مكتسب حقيقي، من خلاله سيتم تجويد الخطاب الإعلامي، وأكيد سيعود بالنفع على هذا الخطاب الإعلامي. على العديد من المكتسبات الوريدة في دستور ديال المملكة، خصوصا حرية الصحافة وكذلك الحق في الحصول على المعلومة. هذه الندوة ستحاول الإجابة عن التساؤل المطروح، الإجراءات المرتبطة بالحق في الحصول على المعلومة، وكذلك تنزيل المقتضيات المرتبطة بحرية الصحافة، باعتبار أن هذه حرية الصحافة تندرج ضمن الحرية العامة، وبالتالي لا بد من الموازنة ما بين الحرية والحقوق. ودسترت هذا الحق، حق الوصول للمعلومة، هو مؤشر دال على الانخراط في منظومة حقوق الإنسان وفي الانتصار للديمقراطية. نفتتح أشغال هذه الندوة بكلمة معالي الوزير، يتفضل مشكورا لكم الكلمة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المطلب بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، سيدة ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بالرباط، سيد مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، سيدات والسادة ممثلو الهيئات المهنية والجمعيات، يسعدني أن أفتتح أشغال هذه الندوة العلمية في موضوع ممارسة الصحافة والحق في الحصول على المعلومة، والتي تتزامن مع دخول قانون 31/13 حيز التنفيذ يوم 12 مارس 2019. حضرات سيداتي والسادة، إن ممارسة الصحافة ترتبط ارتباطا وثيقا بحرية التعبير، ترتبط ارتباطا وثيقا بحرية التفكير، وترتبط كذلك بالحق في الحصول على المعلومة، بدور جوهري ومحور في تعميق مبادئ الديمقراطية، ولا سيما مبدأي الحرية والتعددية، وكذا الالتزامات الواجب مراعاتها لضمان حقوق الصحفيين والصحفيات والمؤسسات الصحفية لشروط الممارسة الصحفية المهنية. كما أن البناء الديمقراطي لأي مجتمع يعتمد بالأساس على إتاحة المعلومات وإتاحة الوثائق العامة لكافة المواطنات والمواطنين، والتي على أساسها يكون للفرد رأي وموقفه إزاء القضايا العامة. وبالتالي فإن الإعلام الحر التعددي والمستقل لا يمكن أن ينمو في مناخ يسوده التحكم في المعلومات. وجاء القانون 31/13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور، وتعبيرا عن إرادة سياسية تستجيب للحاجيات
التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة المغربية والمجتمع، خصوصا في ظل عالم اليوم المنفتح على التكنولوجيا، منفتح على الثورة الإعلامية والإلكترونية، والتي تبقى الشفافية أحد مرتكزاتها. فالمعلومة لم تبقى حكرا على بعض الأجهزة والمؤسسات الرسمية، ومن المؤكد أن هذا القانون سيساهم بشكل وافر في الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا، وفي سياق تكريس احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية التي ما فتئت المملكة تؤكد على التزامها باحترامها كما هي متعارف عليها عالميا. لذلك فتصرت هذا الحق جاءت من أجل إعطاء دفعة قوية للمسار الديمقراطي من خلال تمكين الرأي العام الوطني من إحدى الآليات المهمة في الممارسة الديمقراطية، ألا وهي الحصول على المعلومات، والتي بدونها يبقى المواطن خارج التشاركية في الحياة العامة التي تهب ميدان الصحافة، لا سيما في الباب الثاني منه المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، خاصة ما يتعلق بالحماية في الحياة الخاصة للأفراد، وكذلك حرية الرأي في بعض الطوابق التي ينبغي أن تكون محددة بنص قانوني واضح ودقيق، وهذا ما أقره كذلك قانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. فمختلف الطوابق القانونية التي تفرض على الصحافة تنشأ من خلال التجاد بين الاختيار بين الحق والاختصار. السيد مدير المعهد، السيدات والسادة الأساتذة، الباحثين والطلبة وفعالية المجتمع المدني والجمعيات، ذات الصلة بموضوع هذه الندوة العلمية، أود في البداية أن بطبيعة الحال أشكر السيد الوزير على دعوته الكريمة لكي أشارك في افتتاح هذه الندوة العلمية، وأيضا أن أسجل بارتياح اختيار عنوان لموضوع هذه الندوة اللي هو ممارسة الصحافة والحصول على المعلومة، لأن يعني المفردات المدرجة في هذا العنوان تحتاج إلى الكثير من التدقيق والكثير من الوضوح. هناك تقاطع وتكامل ما بين الممارسة الصحفية والحق في الحصول على المعلومة، لكن الحق في الحصول على المعلومة هو أشمل ولا يخص فقط المهنة الصحفية والإعلامية، وكما تنص على ذلك المادة 27 من دستور المملكة الذي يؤسس بقاعدة قانونية ودستورية لهذا الحق، هو حق جميع المواطنات والمواطنين وليس فقط المهنيين في الإعلام. طبيعة الحال لا يمكن التمتع بحرية الصحافة، بحرية الرأي والتعبير بدون حرية إنتاج وتلقي وتقاسم ونشر المعلومات. إذن فهناك تكامل ينبغي تدقيق حيثياته لاعتبارات متعددة، وطبيعة الحال ستكون لكم مناقشات ما بين فعاليات المختصين والخبراء في هذا الميدان. سياق إعداد هذا القانون الذي تميز على غرار بعض الأوراش الكبرى التي عرفتها بلادنا بمشاركة المجتمع المدني، هذا شيء ينبغي التذكير به في هذه المناسبة، والقانون يدخل حيز التنفيذ في هذا اليوم، أن هذا القانون استطاع أن يعبئ فعاليات كثيرة عندما كان في طور الإعداد من المجتمع المدني ومن خبراء وشركاء وطنيين ودوليين، فعاليات حكومية، وبطبيعة الحال كانت لنا مناسبة لمناقشته في البرلمان، بحيث تم إدماج العديد من التعديلات على المقترح الأول، وتم قبول الملاحظات سواء من طرف فرق الأغلبية أو المعارضة، حتى استقر القانون على الصيغة التي نشرت في الجريدة الرسمية يوم 12 مارس من السنة الماضية، ليدخل بعد سنة حيز
حيز التنفيذ. المادة الخامسة من هذا القانون تنص على استمرارية المصادر الصحفية التي لا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي. إذا فالصحفي له مصادره ويشتغل كما تمارس المهنة في كل أرجاء العالم، لكن المواطن يأتي الإدارة ويعبئ استمارة ويطلب المعلومة وفق تدابير ومصادر معينة. قد يلجأ إلى ذلك حتى الصحفي، لكن يحتاج إلى معلومات وفيرة توجد لدى حوزة الإدارة، لكن الاشتغال بعلوم المهنة ديالو هي أكثر الطرائق من الصحافة. طبعاً الإدارة ملزمة أن تضع رغم إشارة الصحفي كمواطن، هو لا يحضر بهذه الصفة، هو يحضر كمواطن وله الحق الكامل في أن يطلع أو أن تسلم له نسخة من المعلومات التي يطلبها التي توجد في حوزة الإدارة. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.